صباح الأسرة مع سعيدة على أمواج ميدي أم. تحية مجددة لكم مستمعينا أينما كنتم، وأكيد نحن دائما معكم في صباح الأسرة، وبالضبط في فقرة المطبخ. فقرة المطبخ فيها نستضيف كالعادة مشكورة شيف ابتسام، خبيرة الطبخ والحلويات. صباح الخير شيف. صباح الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. كاين جديد؟ أكيد كاين شي شيوات. نحن دائما في الانتظار. طبيعة الحال. إذن قبل ما نتعرفوا على الوصفة ديال اليوم شيف ابتسام كالعادة، وكما عودنا المستمعين ديالنا دائما كتفيدنا بعض النصائح والمعلومات التدابير اللي كتكون مهمة في المنزل بحكم التجربة ديالك في المطبخ. أكيد ككل اللي يكون كيحضر في المطبخ شي وجبة وما كي يمكنش نفلتو شي حاجة، شي حوادث صغيرة ديال الحريق مثلا، إذا دخلنا شي حاجة في الفران كنتشوطو شي شوية، كنتحرقو شي شوية وكنحيرو، شنو غنديرو؟ كل واحد شنو تيدير. ولكن واش كاين شي نصيحة او شي معلومه مهمه كتكون سريعه وما كنت اداوش بزاف مثلا بالنسبه اذا تحرقنا في المطبخ شي شويه هكا؟ تماما. اذا ديري انت شخصيا مثلا، انا سبق لك وقال لك شي حاجه؟ اكيد ضروري. لابد حاجه عاديه هذه، اكيد حوادث صغيره تتوقع. تماما. باش نكونوا دغيا، هو ما تيكونش العلاج 100% بها، ولكن تلحقوا ريوسنا، اسعافات اوليه. تماما. اذا لاسوج ديال اليوم، وانا بعدا شخصيا عندي تناخذوا ليغون الكات العاديين، ديك البويض اللي تنستخدمهم في المطبخ ديالنا، تضوب لهم يعني جوج، تدير وحده في قلب وحده وتتعمرها بالدقيق فورس، وتتسدي عليها وتديريها في الكونجيلاتور عندك. هادي ستبقى عندك دائما في الكونجيلاتور، تحرقتي تجرحتي اي حاجه وقعت لك في المطبخ تتجبديها وتتحطيها على ككمادات فوق من هذاك الجرح او الحرق. تتسرب لينا واحد شويه من الدقيق وتيكون دقيق بارد وهي بارده. فهادي تتوقف مثلا داك الحرق باش ما يزيدش، سيرتو الا كنتي محروقه ولا هادي في البلاصه تتبرد عليك، بين ما لحقتي على حساب شنو اكيد شي علاج اذا كان كيطلب علاج. اما هي يعني كاسعافات اوليه في المطبخ دائما تكون عندنا في الكونجيلاتور ديالنا. الدراري طاحوا وتحرقوا وتجرحوا، انت دغيا تتجبدها من الكونجيلاتور وتتحطها فوق من هذاك الجرح ديالك، تتكون فعاله ان شاء الله. كنتمنوا اذا النصيحه سهله، وكنتمنوا المستمعين ديالنا يحاولوا انها تكون دائما عندهم في المنزل ويستفدوا منها. اذا كالعاده لحظات قليله ونتوقفوا مع الوصفه ومع الشاق ومتتبعين ديال الطبخ. لحظات قليله اذا شف، ونرجعوا مع الوصفه ديال اليوم. مرحبا سعيد. ونعود إذن مرة أخرى لنواصل هذا اللقاء من ركن المطبخ في صباح الأسرة، ودائما معنا مشكورة شاب تيسام. شاب تيسام، اقتراح ديال اليوم على المستمعين ديالنا. إذا اليوم إن شاء الله غادي نصيبوا الحليب المحلى المركز، غادي نصيبوه في الدار بمقادير بسيطة وبطريقة سهلة جدا. وبطبيعة الحال هذا الحليب المحلى المركز يدخل في بزاف ديال الوصفات، تنحتاجوه بزاف. ثمن ديالو يعني لتشري ورا غالي شي شويه، بغاكم باش تصايب واحد الوصفه، اما باش غيطلع لينا غيطلع لينا رخيص بزاف. هذا اللي كيعجبنا حنا. وهذا هو المميز عندنا في البرنامج، ان كل شيء يكون زوين ولذيذ وسريع ورخيص ورخيص متناول الجميع. اذا باش نحضروا اليوم الحليب المركز او الحليب المكثف اللي كنستعملوا في بعض الوصفات مثلا. تماما. اذا المقادير، المقادير سهلة. غنحتاجو ثلاثة ديال المقادير. غادي نحتاجو كاس ديال الحليب بودر، بودرة الحليب الغبرة، وغادي نحتاجو كاس ديال السنيدة، ونص كاس ديال الماء سخون. نص كاس ديال الماء سخون، كاس ديال الحليب غبرة وسكر. انا عطيتكم كاس، لكن باش يفهموا نفس الكمية ديال الحليب هي نفس الكمية ديال السنيدة ونصها ماء. طيب اذا عملنا كاس كبير ديال الحليب، كاس كبير ديال الماء ديال السنيده، نص ديالو ديال ما سخون، حيت كاين السيدات دابا ملي غادي يعرفوا الطريقه وكاينين وصفات يبغيو يصيبوها بكميه كبيره، وتبقى في الثلاجه ممكن يصيبوه بكميه كبيره. يمكن نحتفظوا به في الثلاجه؟ أكيد ممكن نحتفظوا به. فبالتالي باش يعني يقبطوا مزيان المقادير، ونفس الكميه ديال الحليب
مع نفس كمية ديال ديال السنيدة ونصها المسخون، مقدار ديال المقادير هذه المسخون. تمام. إذا مرة أخرى اليوم غن نديرو كاس. ولا تماما، كاس ديال الحليب، المقادير بالنسبة للكاس، كاس ديال الحليب غبرة، كاس ديال السنيدة، ونص كاس ديال المسخون. مقادير ولا أسهل، ولا أسهل ولا أرخص. الطريقة غادي ناخدو خلاط كهربائي، غادي نضيفو فيه هذاك نص كاس ديال المغليان، وغادي نضيفو فيه كاس ديال الحليب غبرة وكاس ديال السنيدة. غنطحنو هادشي كامل مزيان، نخلطوهم مزيان أكيد في الخلاط الكهربائي، غنخلطوهم مزيان، ومن بعد غادي نديرهم في كاسرونة ونديرهم فوق البوطة، وما نحيدوش ايدينا عليه لانه هو دغيا تيتحرق لينا. تنبقاو نديرو عافيه مهيله ونبقاو نخلطو نخلطو مزيان 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 حتى تنحصلو على الكثافه ديال الحليب. ما تياخدش لنا وقت كبير، فيت فيت تياخد هذاك يعني القوام القوام ديال الحليب المحلى المكثف، العيالات كلهم تعرفوه. ان فوا تنبقاو نحركو تيتقال لينا شويه تنحبسو عليه، تنخليوش مده طويله فوق العافيه، ما تنحيدوش ايدينا بالتحرك، وتنحصلوا على حليب محلى مركز لذيذ ونفس القوام. إذن هذا هو السر باش ينجحنا تنجحنا هذه الوصفه، يعني العافيه مهيله وما نحيدوش يدينا من التحرك، وغير يشد غير يقبط راسو لان غنديروا في غنديروا في الاناء ديالنا وغندخلوا الثلاجه مازال غيزيد يقبط راسو، فبالتالي ما كاينلاش اننا نعقدوه بزاف. إذن طريقه سهله جدا وفي متناول الجميع. مره اخرى كيجي بحال الحليب اللي تماما تماما لا فرق. انا عندك نجربوه، انا لي غوسات ديالي لي غوسات ديالي كاملين ديال الحلويات ما تنشريش انا شخصيا ما تنشريش. هذا مهم مهم جدا اذا كان شاف تبارك الله كتستعملها حنا لا ميمكنش. اذا كنتمنوا المستمعين ديالنا يجربوا مره اخرى طريقه ديال الحليب، كاس ديال الحليب غبره، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال المسخون، تنخلطوا كل شيء في الخلاط الكهربائي. مسخون مغليان مغليان تنخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي، من بعد تنديروا في كسرونه، تنديروا على عافيه مهيله، وتنبقاو نخلطوا حتى تنحصلوا على القوام اللي عقد ديال الحليب المحلى المركز المعروف، وتنطفوا عليه البوطه وتنديروه في يعني في قريعه ديال الزاج، من الاحسن يكونوا معقمين باش يبقاو لينا مده طويله، وتنحتفظوا به في الثلاجه. تنحتفظوا به في الثلاجه لمده تقدر تكون طويله مثلا. تماما ما تيخسرش. إذن باسم كل المستمعات والمستمعين ديالنا كنشكرك شيف ابتسام على كل الاقتراحات وعلى الوصفة ديال اليوم والوصفات اللي فاتوا اللي جايين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا شيف، وإلى اللقاء. إلى اللقاء سعيدة.